صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد سيد المرسلين، حب المصطفى وحضرة المصطفى وتوحيد كل قلوب المؤمنين. يمكن الحب اللي بيجمع كل المسلمين كل المؤمنين في العالم العربي والإسلام. محمد، نعم، نتواصل معكم في هذه الحلقة ونحن لسه في بداياتها، ونسعد في هذه المساحة أن يكون معنا سعادة الفريق ركن دكتور عمر النور أحمد مدير إدارة المتاحف والتاريخ العسكري، نتحدث معه عن فعاليات عيد الجيش وتحديدا عن معارض الوحدات. سعادة الفريق مرحبا بك، صباح الخير. مرحبا بكم، كل سنة طيبين. أنت طيب، ويعني هذا الاحتفال وهذا الاهتمام بهذه الفعاليات لعل ده دور كبير جدا يمكن يحفز الجيش السوداني في الفترة المقبلة. خلينا في البداية نتكلم عن الهدف شنو من قيام هذه الاحتفالات السنوية وقيام المعارض الموجودة داخل هذا الاحتفال. هل هي بس مرتبطة بعيد الجيش ولا في احتفالات بيكون من خلال العام؟ جميل، هو حقيقة درجة هيئة الأركان في القوات المسلحة السودانية تحتفي وتحتفل بأعياد الجيش، وأعياد الجيش هي تعني سودنة القوات المسلحة اللي تمت في 14 أغسطس 1954، ولكن يعني لظرف استثنائي تم تأجيل الاحتفال إلى 11/11/2019. بمثل ما تفضلت، يعني سبقت القوات المسلحة في هذه الاحتفائية وهذه الاحتفالات ودرجت عليها منذ رتح من الزمن حقيقة، وتعد يعني لها برامج وفعاليات وأنشطة كثيرة. في الأسبوع اللي فات كان هنالك مهرجان رياض ضخم، وأيضا في خلال الأيام هنالك فعاليات لمعارض الوحدات. هذه المعارض بتشكل لوحة فيها تقاليد القوات المسلحة وإرث القوات المسلحة، بتتنادى كل الوحدات من الفرق الخارجية من خارج ولاية الخرطوم والفرق المنتشرة في الولايات، تأتي بكل هذا الإرث ويتم تجميع هذه الفعاليات في إدارة المتاحف والمعارض والتاريخ العسكري. هذه المعارض أيضا بتجي مصحوبة من الوحدات بإرث الوحدات الشعبي حقيقة، وهنالك زخم يعني ضخم. الآن الوحدات المشاركة في إدارة المتاحف والمعارض والتاريخ العسكري وتنافست في مناشط المعارض 27 وحدة عسكرية. نعم، يعني برضو في الأيام السابقة كان في مهرجان للدعاء العسكري، يمكن هو برضو يندرج تحت احتفالات. نعم، أعياد الجيش. ولما نتكلم عن الإرث الشعبي المربوط بالعسكرية لازم برضو أذكر الجلالات، يعني واحدة من أهم أشكال الفنون الشعبية والعسكرية في وقت واحد، لأنه كل المدنيين بيحفظوها والعسكريين أيضا بيحفظوها، يعني لما بتلقاها في التدريب وبتبقى بالنسبة لهم واحدة من المكونات الأساسية لوجدانهم. يعني نتكلم عن الجلالات، وهل حتكون موجود جزء من الجلالات في المعارض في الوحدات أو الناس اللي يعني طلعوا الجلالات الأولى في التاريخ القديم؟ هو بلا شك يعني الجلالات هي موالات يعني تدفع الروح المعنوية بالنسبة للمقاتل، وحصل لها انه كثير من التجديد والتحديث، واصبحت يعني هي تواكب حسب يعني التطور اللي حصل في الفن ومخرجاته. الان مهرجان الابداع العسكري انتظم في الايام الفائته، ويمكن اليوم الختام يوم 11 معظم الفرق الفنيه شاركت بجلالات، والجلالات هي يعني موزعه ومقسمه ان صح التعبير، جلالات الخطوة السريعة، جلالات الخطوة البطيئة. وهذه الجلالات يمكن هي رزم قديم حقيقة، يعني عرفت القوات المسلحة به، ويمكن زي ما تفضلت يمكن كثير من الشعب السوداني تغلى بهذه الجلالات ويحفظ هذه الجلالات ويتغنى بهذه الجلالات. الجلالة حقيقة هي مفردة منتظمة ذات معاني ذات أهداف، ترمي لأبعاد يعني فيها الحس الوطني وفيها الجانب المعنوي. نعم، جميل جدا. نتحدث برضو عن قيمة مشاركة كل الوحدات الموجودة في ولاية السودان المختلفة، وعن قيمة هذا التحفيز اللي بيقدم لهذه الوحدات، وشكل المشاركات ذاته يكون كيف؟ يعني هل في أنشطة ثقافية مثلا استخدام التراث الحماسة في 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 المشاركات وفي المعارض، ولا المعارض مختصرة على أشياء معينة؟ لا أبدا، المعارض هي مفتوحة، هنالك فيها بعض الوحدات عندها إرث قديم حقيقة محتفظة به من الأسلحة الأسرية القديمة، الملبوسات العسكرية القديمة،
الموروثات العسكرية، الأزياء اللي استخدمت قديما، وبجانب أنه هنالك تحديث يعني مقارنة ما بين الماضي والحديث في العرض. وأيضا هذه المعارض بتجي مصحوبة برضو بتراث المنطقة. صحيح. يعني من المنطقة بالذات من المنطقة الغربية اللي هي الفاشن بتجي بتراث المنطقة، الهجانة بتجي بتراث المنطقة، الشمالية بتجي بتراث المنطقة. يعني هذه اللوحة فيها كماليات، يعني فيها النواحي الثقافية وفيها النواحي التراثية وفيها النواحي الجمالية. والمعارض برضو بتطلع يعني تحديث، وفي نفس الوقت بيطلع منافسين، يعني عندنا الدرجة الأولى، الدرجة الثانية، الدرجة الثالثة، العرض المميز صاحب أصبح أحسن في جوائز، في جوائز بتقدم لكل فائز من العرض. سعادة الفريق ركن دكتور عمر النور، خلينا نتكلم برضو عن في معارك في التاريخ السوداني ده ظلت خالدة، يعني الناس بيتذكروها بلا شك. نعم نعم. يعني حتى من فترة المهدية قبل أن تتكون قوة الدفاع السودان أو مراحل الجيش المختلفة لحد يوم الليل، في كثير من المعارك. هل المعارك دي برضو بتكون في معارض الوحدات، والله هي دي عندها جناح خاص في المتحف الحربي نفسه؟ ممتاز. حقيقة هي ما بتكون في المعارض الوحدات، لكن هي اصلا اداره المتاحف والمعارض والتاريخ العسكري. هذه الاداره معنيه بكتابه التاريخ العسكري ومعنيه بكتابه المعارك الحربيه القديمه، حتى انه تكون هنالك مراجع للباحثين عن هذه المعارك. وايضا هنالك في اداره المتاحف والمعارض والتاريخ العسكري دار وثائق حربيه، وهذه الدار يعني جمعت كل الوثائق اللي فيها المعلومات عن هذه المعارك. ايضا عندنا قاعات سميت هي بقاعه مسارح العمليات، دي فيها نماذج لكيفيه تكوين العمليات او كيف تمت هذه المعارك او الصوره اللي كانت يعني خاضت بها القوات هذه المعارك، حتى تبين للباحث وللدارس وللمشاهد متى تمت هذه المعركه وكيف تمت هذه المعركه واين كانت هذه المعركه. عباره عن نموذج من الرمل او نموذج من التخطيط اللي بيوضح كيفية المعركة. على سبيل المثال نحن لدينا نموذج ضخم لكيفية تحرير الخرطوم في إدارة المتاحف والمعارض والتاريخ العسكري. نعم. طالما تحدثنا عن التاريخ الأسري وتحرير الخرطوم، نسترجع أو نستدعي بالذكريات مهيرة بيت عبود ومشاركة الكنداكة السودانية منذ عهد قديم في الحروب، وحتى في مثل هذه الأعياد مشاركتها في هذه المهرجانات ودورها كذلك، نتحدث عنه ووجوده بكون كيف في هذه الأعياد وفي هذه المهرجانات. حقيقة هذه المعارض مشارك فيها عدد كبير من الأخوات، وهم أصحاب فن، ويمكن أيضا عندنا لوحات جداريات في المعارض دي تمت رسوماتها بواسطة خريجات كلية الفنون الجميلة. مشاركة الكنداكات متواجدة ومتمثلة في العرض ومتمثلة في الإخراج، وهم أكثر يعني التصاقا بالفن والجماليات والعرض، ما في شك في ذلك. خلينا برضو نتعرف بشكل عام عن المتحف الحربي اللي هو بيفتح أبوابه طول السنة، يعني ما عنده علاقة فقط بفعاليات عيد الجيش، يعني طول العام المتحف مفتوح للزوار. المتحف مفتوح للجمهور وبيؤم عدد كبير شديد جدا من طلاب المدارس، من رياض الأطفال، المدارس الثانوية، الجامعات، الباحثين، وعنده جهاز ذات صلة يعني منفتح على الإعلام كل القنوات. وأيضا بنزود كثير من الباحثين ببعض المعلومات. المتحف ظل مفتوح يعني من الساعة الثامنة حتى الساعة التاسعة مساء. هل بيتم تطويره بشكل دائم؟ لأنه مسألة العرض والتطوير المعروضات أو شكل تقديم المعروضات للجمهور دي برضو بتخلي في إقبال زيادة، يعني. نعم، من كل فترة ومن كل حين بيتم ترتيب وبيتم إضافة صالات جديدة، إرث جديد. الآن نحن بصدد افتتاح صالة رئاسية. هذه الصالة الرئاسية تضم إرث أعلام ورموز وقادة القوات المسلحة اللي تبوأوا مناصب سيادية من لدن الفريق إبراهيم عبود، جحفر نميري، المشير سوار الذهب، وأيضا فيها إرث الضباط والقادة اللي تبوأوا منصب القائد العام من الفريق أحمد محمد، مرورا بالفريق الخواط، مرورا بالفريق خالد حسن عباس، مرورا بالفريق خلف الله خالد، مرورا إلى أن عبد الماجد حامد خليل. يعني كل هذا الإرث جمع من البيوت ومن الأسر، ودي سانحة طيبة نحن نشكر أبناء هؤلاء القادة القدامى الذين زودونا
بإرث هؤلاء القادة، وتم عرضه وسوف يتم افتتاح الصالة قريبا إن شاء الله. إن شاء الله، طالما فتحنا محور المتحف الحربي نقرب صورة للمشاهد أكثر، وعشان نرسم له صورة ذهنية عن المتحف الحربي وماذا يحتوي هذا المتحف. يعني في كثير من الناس الآن بتتساءل عن المتحف ده داخله في شنو، كيف تتم تطوير الأشياء الموجودة فيه. يجدر الإشارة أيضا أنه نحن يعني ننوه للمشاهد انه هو المتحف في منطقه بحري اللي هي موقع النيل الازرق اللي هو قرب كوبري مباشره، والمتحف هو بتوجد فيه عدد كبير من الصالات والاجنحه. في الصاله سميت باسم الفريق احمد محمد باشا الجعلي اول قائد عام، وهذه الصاله مقسمه الى اجنحه، هنالك جناح الاميرالاي زين العابدين حسن الطيب، وهذا الجناح هو على الصور الاثريه القديمه فيه اكثر من 4000 صورة، وأيضا هنالك جناح آخر سمي باسم الفريق الفاتح بشارة، وهذا الجناح يحوي عدد من الأسلحة الأثرية بدءا من تطور الأسلحة من العصر الحجري ومرورا بالأسلحة وتطوراتها من النشاب والحربة والأسلحة البيضاء حتى مرورا إلى أن تطورت الأسلحة إلى بنادق ومدافع و طبنجات، وكل الأسلحة دي موجودة داخل هذا الجناح. هنالك جناح خاص بالملبوسات الأزياء اللي ارتدتها القوات المسلحة منذ تاريخها ومنذ بداياتها الأولى، وهذا الجناح يعني بيشمل يعني ملبوسات القوات المسلحة وتطوراتها. أيضا هنالك جناح آخر خاص بالإهداءات اللي يعني بتمنح للقادة، هي بتجمع داخل أروقة المتحف. أيضا هنالك عرض خارجي، ده عرض اندور، هنالك عرض خارجي، والعرض الخارجي ده متمثل فيه القوات الجوية، فيه كل الطيران اللي يعني دخل القوات المسلحة أو عمل بالقوات المسلحة منذ فترة الأربعينات والخمسينات إلى يومنا هذا، حتى يعني آخر طيارة دخلت في المتحف مقارنة بالحديث يعني الصافات 01. أيضا في قطاع خاص بالبحرية فيه كل القطع البحريه اللي عملت في القوات المسلحه منذ عام 1958 منذ انشاء القوات البحريه. المتحف يعني هو يعني وعاء جامع لكل موروثات القوات المسلحه السودانيه. نعم، واحنا بنتكلم او انت بتتكلم كنا برضه بنشاهد يعني جزء من الصور في المعزومه اللي في الكنترول. يمكن المتحف العسكري ده المنطقه العسكريه الوحيده اللي يسمح فيها بالتصوير يعني. طبعا ما في شيء في ذلك على خلاف البقيه. سعاده الفريق ركن دكتور عمر النور، الجندي السوداني يعني كفرد او كقوه شارك في عدد كبير جدا من المعارك على المستوى العالمي والاقليمي، الحرب العالميه الثانيه وغيرها برضه من المعارك والحروبات. مشاركتنا الخارجيه دي يعني لصالح الانسانيه، هل تم توثيق برضه هذه الاشياء؟ هل هي موجوده عندكم ولا موجوده في دار الوثائق؟ حقيقه هو الناظر لتكوين الشخصيه العسكريه السودانيه يجد ان السودان بطبيعه حال كل مواطن فيه بحال كل يعني فرد فيه هو عسكري، لكن يمكن اول مشاركات للقوات المسلحه او للجيش السوداني صح التعبير او للمواطن السوداني هي كانت منذ العام 1863 بمشاركة الأرطة السودانية في المكسيك. ولماذا اختير السودان ولماذا اختير الجند السوداني؟ لصبره، لشهامته، لشكيمته، لقوته ولتحمله حقيقة للصعاب. أيضا يعني التكوينات الهجانة اللي كانت في القرون الأوائل اختير الجند السوداني لتحمله لهذه المشاق ولهذه. ايضا يعني مشاركات القوات المسلحه تمت يعني في الحرب العالميه الثانيه والاولى لهذه الصفات. نحن نوثق هذا التاريخ ونكتب هذا التاريخ ونعيد هذا التاريخ لكي لا يندثر ولكي يصبح مراجع يتناول منها الباحثين المعلومه بطريقه صحيحه وبطريقه يعني لائقه يعني. نعم، الملف الحربي او العسكري هو ملف كبير، ما في شك يعني الواحد لما يتحدث عنه بيلقى ان دي هي منظومه كبيره جدا فعلا محتاجه للناس تتعرف عليها اكثر، وتكون دي دعوه للناس عشان تزور المتحف الحربي وتتعرف اكثر على
هذا الإرث الكبير والحفاظ عليه برضو يعني من قبل الوحدات العسكرية، والاهتمام بكل التفاصيل الموجودة في المتحف الحربي وفي العسكرية عموما. إحنا في عهد جديد، عهد مختلف، محتاجين إنه في الفترة الجاية تكون في خطة مستقبلية لكل الوحدات العسكرية، لكل الأشياء المتعلقة بهذه المنظومة، كيف يتم التطوير والعمل في المتحف في المرحلة المقبلة. نحن حقيقة بنستعد للمرحلة المقبلة مع التغيير ومع التغيرات الحاصلة في إننا نعيد متحف حربي، يعني صح التعبير، من حيث انتهى الآخرون، وبصورة يعني فعلا تليق بالقوات المسلحة وعراقتها، وبالقوات المسلحة ومجاهداتها، وبالقوات المسلحة دائما هي الدرع الواعي، ودائما هي مساندة للشعب السوداني. نحن نطمح وطموحنا لا يحد حدود في إننا نجعل من المتحف الحربي يعني واجهة ومنارة تسر الناظرين وتسعد كل من يتتوق لمشاهدة إرثه وثقافته. نعم. بالعودة الحديث عن فعاليات عيد الجيش ومعارض الوحدات، يعني ما هو الجديد في هذه المعارض في الاحتفالات هذا العام؟ حقيقة الجديد يمكن مشاركة وحدات من قبل لم تشارك حقيقة، يمكن يعني وحدات المهمات والإسكان هي وحدات إنتاجية في القوات المسلحة ولديها إنتاج. في السابق ما كان بيشارك لأنه بيعتبروا أنه مشاركات لوحدات عريقة عندها، لكن الآن أصبح الوحدات الإنتاجية التي عندها منتوج، سواء كان هذا المنتوج يعني تجاري، أصبحت هي تشارك في المعارض وتشارك بكيفية جميلة وبعرض جميل وبعرض لائق. أيضا من الوحدات اللي يمكن هي الآن شكلت يعني دعم لوحداتنا العسكرية اللي هي قوات الدعم السريع، مشاركة بعدد من المعارض في احتفالات عيد الجيش الآن. أنت قبل تحدثت عن وجود مشاركات لوحدات عسكرية، عن وجود مسابقات، ولا بد من وجود جوائز، لكن نتحدث عن لجنة التحكيم وعن اختيارها يعني والمعايير بتاعة اختيار هذه اللجنة. لجنة التحكيم حقيقة هي لجنة محايدة برأس البروفيسور عبد عثمان من جامعة أو من كلية الفنون الجميلة جامعة السودان، وأيضا عضو معه الدكتور عبد الرحمن علي مدير الهيئة القومية للآثار والمتاحف، والدكتور إخلاص عبد اللطيف من الهيئة القومية للآثار والمتاحف. وهذه اللجنة لجنة محايدة، ولكنها لجنة تتمتع بإمكانيات وبقدرات فنية عالية في علم المتاحف وعلم المعارض. ولجنة التحكيم حقيقة وجدت معايير واستحدثت معايير، كنا في السابق نخرج الفائز الأول والثاني والثالث، لكن اللجنة هذا العام أضافت إنه صاحب العرض المتميز وأجمل عرض، وأضافت استحداثات جديدة وقدموا جوائز كويسة شديد جدا للمتسابقين. نعم. سعادة الفريق، يعني كيف برضو ممكن يستفيد المتحف الحربي كمؤسسة كبيرة من معارض الوحدات، باعتبار انه في وحدات تأتي من اقاليم بعيدة، من ولايات ومدن ايضا بعيدة، قد تكون لديها معروضات تستحق ان تعرض في المتحف الحربي؟ وحقيقة نحن يعني وضعنا انه دائما في كل مشاركات الوحدة العارضة تقدم هدية لإدارة المتاحف والتاريخ العسكري حتى تكون هي ممثلة داخل المتحف الحربي. فهذا الفهم طورناه إلى أنه لا بد من أنه الوحدة إذا رأت أنه يكون عندها جزء داخل المتحف الحربي، كوننا لجنة، واللجنة الآن هي أعدت مواقع لكل وحدة ترقب في بقاء موروثاتها أو جزء من موروثاتها داخل المتحف الحربي. نعم. سعادة الفريق، هنا في الختام كده نذكر بالزمان والمكان لليوم الختامي، اليوم الختامي حقيقة لمهرجان الإبداع العسكري يوم الاثنين 11/11، ولكن فعاليات المعارض مستمرة لمدة أسبوع. نعم. إن شاء الله. شكرا جزيلا سعادة الفريق، لكم دكتور عمر النور أحمد مدير إدارة المتاحف والتاريخ العسكري. شكرا لكم واللقاء في قناة الشروق، كتر خيركم، بارك الله فيك. شكرا لحضورك.